اليوم يا أخوان المشاركة في الوقفة مع الدكتور بدر الداهوم ما هي لشخص بدر الداهوم، وإن كان مستحق. الدكتور بدر الداهوم رجل صدق مع نفسه قبل أن يصدق مع الناس. وفي النهاية إحنا نمتثل دولة القانون اللي نتمنى يكون مسطرة واحدة على الجميع، الدولة اللي إحنا نطمح لها إن شاء الله. لكن اللي يحز في الخاطر هو التمايز تطبيق القانون. كويتي من أمس حتى اليوم كانها أعياد وطنية، وهذا يثبت أنه متى ما كانت القيادة السياسية قريبة من الشعب والتفت عليه ومبادرة العفو من أولها لآخرها بوصول آخر إخواننا المهجرين من تركيا، ولا زال إن شاء الله في انتظار بقية المهجرين بشكل عام وجميع المسجونين في قضايا الرأي والمحكوم عليهم بقضايا الرأي. نحن بحاجة لتفعيل الدستور وإعادة مجلس الأمة إلى دوره الطبيعي الحقيقي. نشكر 26 نائب اللي وقفوا وقفة وطنية في حجب الثقة، وبالتالي إيصال رسالة بين الممارسات السيئة والغير دستورية اللي تمت الفترة الماضية بدءا من المزمع وغيره غير مقبول على الإطلاق. وجود أي مشكلة أو أزمة، الخطوة الأولى ليست ذهاب لتداعياتها بل أساس المشكلة. أعتقد جلسة الافتتاح في 15/12/2020 كانت هي باكورة الأزمة، وبالتالي لنزع تأثير هذه الأزمة وحل المعضلة هذه أعتقد أنه يجب أن يكون الحل بالحل. وبذلك بداية نوجه رسالة شكر للقيادة السياسية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد على استجابتهم السريعة للمطالب الشعبية. نتمنى أن الشعب يرد التحية بأحسن منها، وذلك باختيار مرشحين ونواب أكفاء قادرين على حفظ الأمانة وصيانة دورهم.